وهم لسه جايين من مصيف 15 يوم في مصيف، فبيتعاقب بعقاب ان هو ما يطلعش الرحله، فدي حاجه كبيره بالنسبه له قوي. احنا ما عرفناش اسمك الاول. انا اسمي علي. علي عندك كام سنه علي؟ على عنده 16 سنة. من الناس اللي جيدة جدا، بيسمع الكلام وعنده كذا ميزة. عنده بيعرف يرسم كويس جدا. التالت في بطولة الجمهورية لذو الاحتياجات الخاصة. بيتعلم ازاي يتعامل، ازاي يرسم، ازاي يكتب، ازاي يحفظ مهارات، ازاي يحفظ قرآن، ازاي يعمل. هو كان بطولة في بطولة مسرحية في مسرح الجمهورية برضو، ف يعني واخد جوائز كتير جدا. عملت مسرحية كمان؟ وانت كنت معايا؟ كنت معاه في المسرح. اتعرف بيك بقى. وسام. كان ب... وسام ولا حسام؟ وسام. وسام. كان ببدع على مسرحيه. كنت بتلعب دور ايه في المسرحيه وسام؟ كان ببدع على واحد زملنا، صح؟ واحد زملنا. واحد زملنا في المدرسه. واحد زملنا بقبض عليه. بتقبض عليه؟ تعت اسمها. ده كان ظابط؟ انت كنت ظابط ولا ايه؟ لا ده حضرتك ده حارس. حارس عقار. وكان في حد بيعمل حاجه غلط وانت كنت بتقول. واحده سميتنا تغريد، اسمها تغريد، سميتنا انا في تغريد. انت بتقول على تغريد؟ لا بجواب ده. لا ده كانت اللي بتنادي عليا بابد على بس. يلا يلا جوندا جوندا ده جوندا جون. احنا خلصنا الماتش وقلنا نطلع نقعد بقى شويه قدام التلفزيون. ها انت ما لعبتش الماتش النهارده ليه بقى؟ مش عارف عشان رجلي وجعاني. رجلك وجعاك. انت عندك كام سنه؟ عندي 19. 19؟ انت بتروح المدرسه مش كده؟ لا بروح مصر. خلصت. خلصت مدرسه؟ خلصت ايه بقى؟ خلصت سنة ستة. سنة ستة؟ طب ما كملتش ليه بعد سنة ستة؟ اخدت اولى اعدادي وكده. لا ما راح معهم امية. بتروح معهم امية. تروح مصنع ايه؟ مصنع المونتيل. المونتيل. بتعمل فيه ايه بقى؟ بنعمل شبابيك، بنعمل بيبان. في بنعمل مطابخ، شيش، دينات، حاجات زي دي. شاطر قوي. طب انت مبسوط انك بتروح المصنع ولا كنت عايز تكمل تعليمك احسن؟ لا كنت عايز اكمل تعليم. طب ليه ما كملتش؟ ما انا بكمل في المحل الامي، بس عايز اكمل الصبح واروح اخد النهار برضه. ازيك يا سعيد؟ انا مبسوطه منك يا سعيد. 90% في انت في سنه كام؟ سته؟ طلع اول حديث. انت قلت لي 90%. انت بتذاكر بقى كويس. اوضتك فين هنا؟ تحت. الدور الكام؟ الدور الاول. الاوضه دي انت لوحدك فيها ولا في حد معاك؟ لا بنام معايا حد. بابا مدير الدار قال لي انت بتقولوا له يا بابا مش كده؟ انت لما بتاخد اجازه كده وبتروح رحلات بتروح فين؟ بروح مش عارف يقول بتمشى على الكورنيش. يعني بروح كل حته. وانت بتتمشى على الكورنيش بقى بتبقى بتفكر في ايه؟ بيبقى في جو حلو، واكل ترمس بقى وحمص وكل حاجه. انت بتحلم بايه؟ عايز تبقى ايه لما تكبر؟ عايز ابقى حاجتين، ابن عمال واسمه ايه؟ عايز اطلع مدرس انجليزي. ازيك؟ تعرف مين؟ وليد. وليد انت بتلعب كورة يا حلوة يا علي، شفتك انت بتلعب حلوة. لا انا اخر حارس مرمى بس. هو ده اتعلمت. هو انتوا في ناس بيجي تتعلمكوا كرة القدم هنا؟ مين بقى؟ كان في حسام اخونا برضه بيجينا زيونا. هو اللي علمنا الكورة. كان بيزوركم من دار تانية؟ لا بيجينا. هو بقى اللي علمنا الكورة وازاي نبقى حارس مرمى. معرفش ايه، انا اخترت ابقى حارس مرمى. انت كنت عايز تبقى حارس مرمى؟ وعايز تبقى ايه لما تكبر برضه؟ حارس مرمى؟ انت بتحب مين من حراس المرمى؟ تشوف كوره؟ انا بحب حدو من تاني وشريف اكرام. شريف اكرام؟ تحبه هو كمان. قول لي بقى انت عايز تبقى ايه لما تكبر؟ لسه ما حددتش، مش عارف بالظبط.
ازيك يا مصطفى؟ الحمد لله. شايفك بتلعب ماتش جامد قوي. الكابتن هو اللي معلمني. مين الكابتن بقى؟ كابتن محمد السيد. انت نفسك تبقى ايه لما تكبر بقى؟ نفسي لما اكبر ابقى بطل سباحه. بطل سباحه؟ بطل ان شاء الله. بطل في الكاراتيه كمان. سباحه ومركز في الرياضه. مركز في الرياضه، بحب الرياضه جدا. بتفرج على قناه الرياضه على طول. انت قلت لي انك انت بتفكر في حكايه بابا وماما دي كتير. لا ليه وقت؟ عشان ربنا خلق الاسره اللي الابن عنده اب وام ربنا خلقه. وانت هنا حبيبي في الدار يعني مفتقد ماما وبابا، بس في بابا ايهاب. لا في بابا ايهاب، وبحمد ربنا كمان ان في بابا وماما الحمد لله هنا. في ماما كمان؟ من المشرفات بتوع ربنا. الحمد لله. مفيش حاجة مفيهاش حمد. بحمد انا ربنا. انا عايزه اقول لكم ان انا كنت مبسوطه قوي ان انا كنت معاكم النهارده، وهاجي لكم تاني. باي باي. باي باي. باي باي حبيبي. باي باي. خليني نازل. باي باي. باي باي. باي باي. انت لسه ما نمتش ليه؟ مش قلت لي انك هتنام؟ يلا انت نمت على نفسك خالص. يلا باي باي. باي باي. باي باي. كل سنه وانت طيب. باي باي.